السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وحدوه لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما اللي بيحب سيدنا النبي سمعنا الصلاة عليه وصلي على الحبيب. أيوه شعرنا تمام، صلي على الحبيب قلبك يطيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، الصلاة على الحبيب شفاء بلا طبيب، بالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب، ومن صلى على الحبيب أبدا لن يخيب، فسمعون الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقفنا في حلقات سابقة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والجنات، وكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم برحمة مع الحيوان. والنهاردة تعال نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه مع النبات. النهاردة الرسول والنبات، حتى النبات اخذ رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبات كان له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. تعال بسرعة كده نشوف النبات كان بيعمل ايه مع سيدنا النبي منذ الصغر، يعني لما سافر الى او اخذه عمه ابو طالب في سفر له الى الشام وسيدنا النبي لازال صغيرا. عارف اللي حصل هناك؟ راهب من الرهبان اشار الى محمد الولد الصغير الطفل الغلام وقال لهم هذا النبي المنتظر. قالوا له كيف عرفت انه هو النبي المنتظر؟ شوف الشيء العجيب بقى، قال لهم تحركوا من هذا المكان الى هذه الشجره. شوف الـ 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 الشجر والنبات كان بيعمل ايه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقاموا جميعا 20 30 واحد واجلسهم الراهب تحت شجره، فمنوا المكان. سيدنا النبي لسه طفل صغير فتاخر، راح اخر واحد وصل الاخير. كانوا هم منوا ظل الشجره، المكان اللي الشجره عامله فيها ظل كان امتلأ على اخره. فسيدنا النبي قعد بعيد كده في الشمس. تصوروا ان الشجره عملت ايه؟ الشجره مالت بظلها على رسول الله. لا 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 ده كلام كبير قوي. الشجره جت محركه الظل بتاعها، داست على الريموت كنترول حيث اتاها الامر من رب الارض والسماء، وجه الظل بتاع الشجره، مش الشمس اللي اتحركت ولا الشجره اللي اتحركت، الشمس ثابته والشجره كما هي ثابته. اذا بالطبع ها بالتاكيد الظل لا يتحرك، الا انه الظل تحرك للنبي صلى الله عليه وسلم، وجه الظل متحرك وساب دول وجرح لسيدنا النبي، ترك هؤلاء وذهب الى رسول الله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان له علاقه بالنبات يا جماعه، اول من نادى بالتوازن في البيئه، خدوا بالكم، ونادى بالاتزان في البيئه، ونادى بالتشجير، بتشجير البيئه وتبقى بيئه خضراء كده وفيها اشجار وزرع، هو محمد بن عبد الله. احنا امبارح كنا بنقول يا بتوع الرفق بالحيوان تعالوا تعلموا من محمد، لا النهارده هنقول يا بتوع البيئه، يا بتوع التشجير تعالوا تعلموا من سيدنا النبي. طبعا احنا بننبه اننا بنتلقى اتصال حضراتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على الارقام اللي موجوده على الشاشه طوال مده الحلقه باذن الله تعالى، فاهلا بكم في اي وقت وبنجاوب على الاسئله في نهايه الحلقه باذن الله تعالى. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول من نادى بتشجير البيئه، عارف لاخر لحظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا قامت الساعة. يلا يا عم إذا إيه؟ قامت الساعة، يعني القيامة قامت، يعني خلاص خلصت، قضي الأمر، نعمل إيه يا رسول الله؟ قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. فسيلة اللي هو الشتلة، النخلاية الصغيرة بتتزرع على النوايا وبعدين على ما تكبر تبقى نخلة صغننة كده ياخدوها ويغرسوها في مكان ما عشان تكبر. فسيبنا والموضوع ايه؟ ممكن تاخد 10 سنوات على ما النخله تقوم وتثمر وتطرح يعني وتنزل بلح. لكن النبي قال اذا قامت الساعه، اسمعوا الى محمد يا بتوع البيئه، ايوه اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان يغرسها فليغرسها. يا رسول الله ده القيامه قامت، قال لك انت مالك؟ اعمل اللي عليك. جاهد لاخر لحظه. جاهد لاخر ثانيه. والعلماء قالوا يا اما اذا قامت الساعه يعني القيامه نفسها قامت،
أو إذا قامت ساعة أحدكم، يعني أنت نفسك خلاص شرفت على الموت. ودي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، برضو شجع على تشجير البيئة وعلى التوازن البيئي. عمل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، يا جماعة يا بتوع البيئة اسمعوا، ما من مسلم، ده سيدنا النبي، يغرس غرسا أو يزرع زرعا، يغرس بقى شجرة نبات زرع أي حاجة خضراء، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو نبات إلا كان له به صدقة. سلام على الجمال. شوفوا ديننا، شوفوا نبينا، يعني النبي يشجع على التوازن البيئي وعلى تشجير البيئة. بيقول لك ما فيش حد هيزرع شجرة أو يزرع زرع أو يزرع نبات فيجي إنسان يأكل منه أو يستظل به، أو حيوان ها فيأكل منه إنسان أو حيوان إلا كان له به إيه؟ صدقة. بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله. وزي النبي ما شجع على تشجير البيئة يا بتوع البيئة، سيدنا النبي برضه نهى عن قطع الأشجار وعن تعرية البيئة. يعني هو دعا للنظام البيئي، برضه نادى على عدم نادى بوقف السلوك العدواني على البيئة. قال صلى الله عليه وسلم: من قطع شجرة، من قطع شجرة يستظل بها الناس ظلما، من قطع شجرة يستظل بها الناس، وفي رواية في فلاه، يعني في مكان مفروض ظل خالص، من قطع شجرة في فلات، وفي رواية سدرة في فلات، يعني صحراء، فلا يعني صحراء، يستظل بها الناس ظلما، مال يا رسول الله ايه جزاؤه؟ إلا صوب الله رأسه في النار. يا جماعة بتوع البيئة اتعلقوا من سيدنا النبي. ترجمة الحديث ايه بقى؟ يعني النبي بيقول لك لما تلاقي شجرة حافظ عليها. ودول الجماعة بتوع الآثار، حتى في بعض الأشجار الشجرة عدت 100 سنة والـ200 سنة، يقول لك دي بقت أثر خلاص لا يقطع. النبي دعا بهذا، الحفاظ على البيئة، قال ما تقطعش شجرة يستظل بها الناس، واللي هيقطع شجرة يستظل بها الناس ظلما وعدوانا صوب الله رأسه في النار. إيه رأيك في سيدنا النبي محمد؟ هذا هو محمد، يا ريت تسمعه. وده اللي حصل، التشجيع على التشجير وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالبيئة. حدث مرة أن الملك كسرى أصدر أو رصد مكافأة مقدارها 400 دينار، 400 دينار لمن ينطق بكلمة طيبة، اللي يقول حكمة كويسة، أيوة، أو يقول معلومة قيمة، أو يقول جملة مفيدة، كلمة كده أو كلمة طيبة، يعني له مكافأة 400 دينار. وهو ماشي كسرى مع الجند بتاعه والحشم والخادم والهيلمان ده، ناخد الحاج عزة ونرجع تاني. يا حاج عزة السلام عليكم. عليكم السلام. صلي على الحبيب، قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم، يا رب ربنا يطيب قلوبنا بصلاة النبي. الله يحفظك، اتفضلي. انا النهارده ماليش سؤال، انا ليا دعاء. اتفضلي. دعاء اللي هو الواحد قرب على الـ40 او شرف على الـ40 او عدى الـ40. على فكره الدعاء ده في سورة الاحقاف في الآية 15: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وأصلح لي في ذريتي. أي نعم، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيوة نعم، أنا من برنامج حضرتك. إيه بقى؟ أقول الدعاء ده تاني عشان كل واحد قرب على الـ40 أو عدى الـ40 يقولوا، علشان ناس كتير بتتفرج على حضرتك وبتسمع. طب أنت ادعوا لنا مرة كده يا حاج عزة، قوليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم تقبل يا رب. يا شكرا رب. يا حاج عزة، لفتة جميلة، لفتة جميلة، شكرا شكرا. معنا الحاجة وفاء، السلام عليكم. ألو ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أهلا يا هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، سامع حضرتك يا فندم، اتفضلي. صلى على الحبيب. قلبك يطيب، اللهم صل عليك يا سيدنا النبي. صلى على الحبيب. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي، قلبك يطيب، اتفضلي. يا شيخ دي. ممكن يا حاجة وفاء بس توطي وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون، ممكن؟ ماشي ماشي. يلا معاك يا براحتك.
عايزة تدعي لي يا شيخ، بس ربنا يديها عني الهم اللي انا فيه. انت دعي لنا يا حاجة وفاء، ربنا يفرج كربك ويزيل همك وييسر امرك يا رب. يا رب يخليك، ربنا يحفظك ويسترك ويكبر بخاطرك يا رب يا رب. ماشي، لك سؤال يا حاجة وفاء؟ لا يا شيخ بس. حاضر يا فندم، حاضر، ربنا يكرمك والله. يعني الناس داخلين طالبين دعاء بس والله كتير. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. شكرا يا حاج وفاء، اشكرك. قام الملك كسرى رصد مكافأة أو جايزة 400 دينار لمن ينطق بكلمة طيبة. فمر هو والهيلمان بتاعه والخدم على رجل شيخ يعني كبير في السن في التسعينات بيقفل على المية يعني عمره فوق 90 سنة. والراجل ده بيعمل حاجة عجيبة، عارف بيعمل ايه؟ بيزرع شجرة، مش اي شجرة، بيزرع شجرة زيتون. شجرة ايه؟ ايوه زيتون. وشجرة الزيتون ربما تاخد من 10-15-20 سنة على ما تقوم وتشتغل وتجيب الثمرة بتاعتها. فكسرى بواقف موقف الحرس وقال له ماذا تفعل ايها العجوز ايها الشيخ الكبير؟ قال له ازرع شجرة زيتون. قال له اجننت؟ ألا تعلم أن هذه الشجرة أمامها حوالي 20 سنة على ما تقوم وتثمر؟ أنت بتزرع لمين؟ ليه بتزرعها؟ ده أنت مش هتلحق حتى تشوفها وهي قد كده، ده أنت خلاص يعني زي ما قلنا رجل بره ورجل جوه. عارف الراجل قال له إيه؟ قال له بتقول إيه؟ قال له أنت بتزرع لمين بقى؟ فجاء الراجل قايل له حكمة، قال له زرع من قبلنا فأكلنا، ركزوا في دي قوي، زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع ليأكل من بعدنا. الله، يا ريت نمشي على القاعده دي، زرع من قبلنا فاكلنا. جماعه اللي قبلنا ما زرعوش كناش هناكل احنا زيتون، واحنا بنزرع عشان اللي بعدنا ياكلوا. زرع من قبلنا فاكلنا، ايوه، ونزرع لياكل من بعدنا. فجي الملك قال لهم بس دي كلمه طيبه، دي حكمه، اعطوه 400 دينار 1 2 100 200 300 400. وبعدين الراجل اللي هو الشيخ الكبير العجوز اللي زرع الزيتون بيضحك بيبتسم. فكسرى قال له لماذا تبتسم؟ فرحان بالفلوس؟ قال له لا، قال له لأنك قلت أن الشجرة لا تثمر إلا بعد تقريبا 20 سنة وقد أثمرت شجرتي في التو واللحظة. قال له إيه؟ قال له ما أنا خدت ثمرة ليها 400 دينار. قال له هذه حكمة أخرى، أعطوه 400 دينار أخرى يبقى 800. فخدت ال 800 وبدأ يضحك. قال له ما الذي يجعلك تبتسم للمرة الثالثة يعني ليه؟ أو ليه بتضحك ليها المرة الثانية؟ قال له يا سيادة الملك، يا جلالة الملك، كل شجرة زيتون تثمر مرة واحدة، إنما شجرتي أثمرت الآن مرتين، طلعت مرتين، أثمرت مرتين في لحظة. قال حكمة ثالثة، أعطوه 400 دينار أخرى يبقى 800 400 1200. وجي كسرى واخد بعضه وجاري. قالوا له الحرس، قالوا ليه لما تجري أيها الملك؟ قال لأننا إذا وقفنا أمام هذا الرجل لنفد المال الذي في خزائننا أنه رجل حكيم. ناخد الحاجة سامية. السلام عليكم. هلو يا حاجة سامية، هلو معانا يا شباب على التليفون؟ طيب نرجع لنا تاني يا حاجة سامية، سامحينا حقك علينا احنا. فالراجل قال له زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع ليأكل من بعدنا، اداله 400. جه قايل له الشجرة أثمرت في نفس التوقيت كمان 400، الشجرة أثمرت مرتين، خدت 400 400. قال له كمان 400. قال له طب يلا بقى قبل ايه ما يخلص الفلوس اللي معانا كلها. ولذلك خدوا بالكم الشجر يسبح بحمد الله، حتى ربنا ذكر الأشجار في القرآن. ولما جه يضرب مثل للكلمة الطيبة، واحنا برنامجنا اسمه برنامج الكلمة الطيبة، قال ايه؟ ضرب الله مثلا كلمات، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرات طيبة. هناخد أحمد ونرجع تاني. يا حاج أحمد السلام عليكم. سلام. اهلا وسهلا. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا يا عم الحاج، صل على الحبيب. صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. صل على الحبيب يسكن وطيب. الله 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 الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حبيبي. انا بس كان ليا طلب عند حضرتك. امر. الوقت بتاع البرنامج حضرتك قلت ساعة. والوقت ما بيكملش حضرتك خالص، انا حتى امبارح حضرتك طلعت رجعنا من صلاة من اذان الظهر، كان فاضل يجي ربع ساعة على الساعة 12 وحضرتك ختمت الحلقة. هتتظبط ان شاء الله. حاضر. مش مستفادين الساعه كلها من حضرتك. حاضر يا حاج احمد، انا مش عايز ابقى تقيل عليكم بس. لا 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 حضرتك، احنا لو 24 ساعه مش هنملك. الله يسترك. الله يسترك، الله يكبر بخاطرك. ربنا يجعله كله في ميزان حسناتك ان شاء الله. هيظبطها ربنا ان شاء الله يا عم احمد قريب. وحضرتك في دعاء للجمل لما كان بيبكي. اتفضل يا معلم. الجمل حضرتك كان
في دعاء للجمل كده لما كان بيبكي مع سيدنا الرحمن. في ثلاث ادعيه ربنا استجاب اثنين ولم يستجب الثالث. ايوه نعم. حضرتك يا ريت تكتبهم لنا على الصفحه. حاضر، صفحتي ان شاء الله الشيخ احمد الصباغ على الفيسبوك بالعربي. حاضر. ونتمنى حضرتك تعمل لنا زياره لدار السلام. ده شرف لينا. حاضر. والله لا ده شرف لينا كلنا. تسلم لي. انت على راسنا من فوق. حبيبي يا حاج احمد على دماغي من فوق. اتفضل اشكرك. يا ام ايهاب السلام عليكم. يا ام ايهاب. الو. أيوة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام يا هاني، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت. بصي يا ام. والله انا عايزه. يا ام ايهاب. وانا بكسر طم. وط التلفزيون. يعني فيها كلمة الله. انا مش سامع. وط التلفزيون واسمعيني من صوت التليفون. ممكن؟ انا موطية التلفزيون خالص والله. يا فندم اتفضلي حقك عليه. يعني انا موقفة صوت التلفزيون. تمام تمام. لو سمحت بقول لك انا وانا بكسر طماطماية. يعني فيها كلمة الله سبحانه وتعالى. الله 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 الله. طب صورها لي وابعتها لي. انا اساسا طبعا ما قدرتش اكلها، قلت مش معقول هاكلها يعني، فحطيتها في الفريزر. وبعدين بسال حضرتك بقى اعمل فيها ايه؟ في ناس قالوا لي انا تعبانه اساسا مريضه، فناس قالوا لي كليها بنيه في الشتاء ما فيهاش حاجه يعني. وبعدين حضرتك كنت بتتكلم عن الميه والرسول عليه الصلاه والسلام، طبعا حضرتك يعني لما حط ايده كده ده شرف. فانا مش عارفه بقى احطها في ميه كل يوم واشربها ولا اكلها ولا اعمل فيها ايه؟ ما شاء الله عليكي. حاضر، ده رزقك. حاضر يا ام ايهاب على راسي، صلى على الحبيب. اشكرك يا ام ايهاب. حاضر. يعني سبحان الله وتعالى، لسه احنا بنتكلم عن النبات اهو، وطماطمايه باللغه في بعض الناس يقولوا قوطه، يعني احنا في البلد بنقولوا طماطم، ما هم الناس قديم وتاه، انما لما جينا هنا القاهره قال لك قوطه 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 يا عم، وبعض الناس يقول لك المجنونه. يا عم مجنونه ولا عقله؟ اي حاجه حمراء كده وخلاص. هنشوف السؤال ان شاء الله في نهايه الحلقه. حاضر يا ام ايهاب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى لما جه يضرب مثل الكلمة الطيبة، ضرب مثل الكلمة الطيبة بالشجرة. قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وبعدين الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من الأرض ما لها من قرار. شوف ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. يا رب ثبتنا يا رب بعدها بقليل. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف العلاقه بين النبي وبين النبات، حتى النبات عارف النبي صلى الله عليه وسلم. كان قاعد كده مستريح بين المستريح في ظل كده، واذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجئ بشجره تاتي اليه من بعيد تخد الارض. تخد ته خ دال، يعني تعمل في الارض اخدود كده، ماشي عماله تشق الارض، حتى جاءت ووقفت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم شوية كده، ثم اهتزت ثم انصرفت. فسيدنا النبي قال له ما هذا يا جبريل؟ ما هذا؟ قال له جبريل يا رسول الله هذه شجرة استأذنت ربها أن تسلم عليك فأذن الله لها فسلمت عليك ثم عادت كما كانت. يا أخ حسني السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولاي؟ أهلا وسهلا. بس انا على بس استفسار بسيط كده. امر يا فندم امر. في دلوقتي واحده قريبتي تمام، كانت متجوزه واتطلقت عشان تاخد معاش ابوها. طلاق سوري يعني كده؟ هي كانت متجوزه الاول جواز شرعي. ما انا فاهم. فجت جوزها دلوقتي عاوز يرجعها ويكتب عرفي. يعني اتطلقت رسمي وبعدين كتبت عرفي عشان المعاش تاخده؟ لا هي لسه ما كتبتش، هي خدت المعاش فجوزها دلوقتي عاوز يرجعها عرفي. حاضر. فموقف الجواز ايه دلوقتي؟ حاضر يا فندم. حاضر اسمعني سؤال تاني. حاضر اشكرك يا عم حسني، هنجيب على حضرتك. حاضر. كتير الموضوع ده كتير قوي. ادي الشجر كان بيستجيب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان احد الصحابة ورد انه ابو سعيد الخدري، وفي رواية قالوا اي صحابي، فهنقوله على اساس ان هو سيدنا ابو سعيد. فسيدنا ابو سعيد الخدري رأى رؤية غريبة وعجيبة برضه في شجرة. جاء سيدنا أبو سعيد الخدري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد رأيت في منامي عجبا. قال له إيه؟ قال له رأيت كأني أجلس تحت شجرة وأقرأ سورة صاد، حتى إذا أتيت على الآية التي فيها سجدة فسجدت. لحد كده المنام طبيعي. ثم سجدت مع الشجرة، الشجرة نفسها سجدت لله سبحانه وتعالى في المنام. ف
فسيدنا النبي قال له ألم تسمع الشجرة ماذا قالت في سجودها؟ قال له أيوة سمعتها يا رسول الله. النبي عارف أهو وما ينطق عن الهوى. قال له سمعت الشجرة في سجودها في الرؤية في المنام تقول اللهم ارفعني بها أجرا. الشجرة ده طبعا تحسن منه منك. اللهم ارفعني بها أجرا اكتبوها، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ما بالراحة يا شيخنا شوية. حاضر هقولها تاني. الشجرة لما سجدت في المنام مع سيدنا أبو سعيد الخدري لما قرأ آية سجود التلاوة قالت إيه؟ أربع بنود. قالت اللهم ارفعني بها أجرا، بالراحة خالص أهو، اللهم ارفعني بها أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. العجيب بقى ان سيدنا ابو سعيد قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يدعو بنفس الدعاء الذي دعت به الشجرة. تصوروا بقى سنة ان الانسان من السنة ان يقول هذا الدعاء، لان النبي كده انتقل الدعاء من الشجرة الى الرسول، وطالما الرسول قاله يبقى سنة، كأن النبي ايد كلام الشجرة، ختم على كلام الشجرة. جي النبي ساجد وقال نفس الدعاء، اللهم ارفعني بها اجرا تاني او المرة التالتة، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. لا شوف الاصعب بقى، ان سيدنا انس كما عند مسلم في الصحيح بيقول لك كنا في سفر من الاسفار فجلسنا او استرحنا في فلاه، ارض فلاه، فلاه يعني صحراء لا زرع فيها ولا شجر ولا غيره. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راح اعزكم الله يعمل حمام، صلى الله عليه وسلم راح يعمل اعزكم الله يقضي حاجته مثل الخلاء او دورة المياه او غيره يعني. فقال سيدنا ابو سيدنا انس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر يمينا ويسارا لشيء يختبئ وراءه او يختفي وراءه فلم يجد. وسيدنا النبي كان عنده حياء شديد، كان اشد حياء من العذراء في خدرها. فقعد النبي يبص مش لاقي حاجه، والارض فاضيه ايه؟ طب النبي هيعمل اعزكم الله توليدت ازاي ولا حمام قدام الناس بابي انت وامي يا سيدي يا رسول الله؟ شوف بقى سيدنا انس الفت عجبت، عارف النبي عمل ايه؟ ذهب الى اقصى الوادي، يعني حوالي مثلا نص يعني نص كيلو كده او كيلو الف متر، فهناك شجره وعلى مرأى البصر الناحيه الثانيه شجره، فذهب النبي الى الشجره واشار لها، وفي رواية ذهب إليها وسحبها من فرع، فقامت الشجرة تنقاد تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم كالبعير المغشوش الذي يصانع صاحبه. هترجم حاضر بقى، النبي سحب الشجرة، تصور المنظر كده، يا حبيبي يا رسول الله حتى الشجر أو الله أحسن منه ومنك، أحسن مننا يا عم، زعلوش هتزعلوا ليه؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. النبي مسك الشجرة كده وكأنها الشجرة بقت عاملة زي الجمل اللي صاحبه سحبه، والجمل ده خايف من صاحبه وماشي مؤدب ومحترم كده ذليل كده. فانقادت الشجرة خلف النبي، سيدنا أنس اللي بيقول في صحيح مسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم كالبعير المغشوش الخايف الذي يصانع صاحبه، يصانع صاحبه يعني بيحاول يرضي صاحبه عشان خايف منه. ثم أوقفها في المنتصف، ثم ذهب إلى الناحية الأخرى وأشار على الشجرة الأخرى، فجاءت كما جاءت هذه الشجرة. ثم وقف النبي خلفهما وقال التأما علي، يعني ضموا كده علي. قال سيدنا أنس فضمت أو ضم الشجر كل منهما للآخر، وقضى النبي حاجته خلف الشجرة، ثم بعدما انتهى أشار إلى اليمين أن انصرف فانصرفت عادت كما كانت، ثم أشار إلى اليسار أن انصرف فانصرفت وكأن شيئا لم يحدث. هذا هو رسول الله. يا رحاب السلام عليكم. سلام، زي حضرتك يا رب الشيخ. اهلا يا فندم اتفضلي. كنت بس عايزه اسال على صلاه قيام الليل. قيام الليل اتفضلي، السؤال ايه؟ كنت عايزه اسال يعني اصليها ازاي او كده يعني. كيفيتها يعني. حاضر. كيفيتها. حاضر يا فندم. شكرا. سؤال تاني؟ لا شكرا. صلى على الحبيب. اشكرك، صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي اشار الى الشجرتين اعزكم الله. أشار إلى الشجرتين، جاب دي وجاب دي. ثم ضمهما، ثم قضى حاجته. سيدنا أنس حتى في الرواية بيقول لك أشار النبي إلى كل منهما برأسه، يعني شكرا وللتانية شكرا، فعادت كل شجرة
مكانها كما كانت وكأن شيئا لم يحدث. شوف النبات نفسه احترم النبي صلى الله عليه وسلم، النبات احب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو عارف ان ده النبي، بأبي انت وامي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. شوف الشجر، حتى الانسان اللي يزرع شجرة له بها صدقة عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان دي فيها ظل، ولذلك يقول لك الظل ايوه من الجنة. بتقول يا مولانا؟ بقول لك الظل من الجنة، مش ربنا قال في الجنة وندخلهم ظلا ظليلا. معانا محمد، السلام عليكم يا ابو حميد. وعليكم السلام. اتفضل يا حبيبي. حضرت الشيخ انا كنت عايز اسال عن صلاه الاستسقاء. صلاه الاستسقاء حاضر، كيفيتها يعني؟ كيفيتها يعني بتتصلى امتى؟ حاضر، عينيه حاضر. اشكرك. سؤال تاني يا ابو حميد. اتفضل حبيبي. شكرا. لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه مره في الشجر يعمل مسابقه بين الصحابه، تصور النبي كان بيعمل مسابقات، بس مسابقات محترمه. ايوه مسابقات هادفه. فجه النبي كان قاعد مع كبار الصحابه وجه سالهم سؤال، قال لهم ان مثل المؤمن كمثل شجره من شجر البوادي. البوادي جمع مفردها باديه يعني الصحراء. نترجم بقى، يعني الرسول بيقول لهم يا جماعه مين يقول لي على شجره تشبه المؤمن والشجره دي موجوده في الصحراء؟ فسكت. فكان النبي قال لهم اقربها لكم شويه. طيب انا عايزك تعيش الموقف ده معايا. المشاهدين والمشاهدات ركزي يا حاج، انت رايحه فين؟ اقعدي. وانت يا ابو الحاج سيب الشاي مش هيطير، ركز الله يرضى عنك وافطر بعد الحلقه يا عم، ركز. واللي قاعد قدامنا يصلي على الحبيب قلبه يطيب. يا عم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لهم شجره زي المؤمن موجوده في الصحراء، عرفتوها؟ قالوا لا. قربها لنا. فالنبي قال لهم هذه الشجره لا يسقط ورقها، ورقها ما بيقعش، ان حد يعرفها؟ لا. فجي النبي لما هم ما قالوش، النبي قال لهم بقى معلومه، قال لهم انها ايوه النخله، النخله تشبه المؤمن. وهنقول ايه دلوقت؟ فبعد الرسول ما قال النخله، اتاري كان فيه ولد غلام صغير موجود معاهم يعرف الاجابه. ما تصلى على الحبيب، ايه ده وركز معانا كده؟ ايوه يعرف الاجابه. مين الولد الصغير؟ اسمه عبد الله. عبد الله ده ابن مين؟ ابن عمر سيدنا عمر بن الخطاب. اتاري كان واخد ابنه الصغير معاه، صغير يعني مثلا ايه 10 سنين 12 سنه. فبعد الرسول ما قال لهم انها النخله، قام عبد الله قال له يابا يا عمر، يابا عمر. قال له نعم يا ابتي. قال له والله كنت اعلم الاجابه، والله كنت عارف ان هي النخله. فكان سيدنا عمر قال له ولما لم تقولها يا ابني؟ لقد كانت اجابتك خير لي من الدنيا وما عليها، كنت شرفني، كنت طول رقبتي. كانوا حتى هيقولوا ده ابن عمر هو اللي عرف الاجابه. ليه يا حبيبي بس ما قلتهاش؟ تصور ان الولد الصغير فطن الى شيء لم يفطن اليه عمر. سيدنا عبد الله بن عمر، يا شباب يا ناس اسمعوا، عارف عبد الله الصغير قال له؟ قال له يا ابتي كنت اعرف الاجابه ولكن استحييت ان انطق بالاجابه في حضور كبار الصحابه. اوه الله على الادب. قال له انا اتكسفت، استحييت ان انا اجاوب على الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابه موجودين وحضرتك موجود وانا اللي اجيب. طب ما تقول الكلام ده للي واحد بقى حفظ كتابي يعني ايتين ولا قرا حديثين خلاص بقى اعلم اهل الارض. لا لا لا، العلم هو التواضع. اللهم ارزقنا التواضع. سيدنا القيم قال كده، قال العلم ثلاثه اشبار، واحد اثنين ثلاثه. من دخل في الشبر الاول، لسه في اول في الاول خالص على العتبه، تكبر تلاقيه فارد كده ومحدش قده، ما هو لسه ده بره على البر. من دخل في الشبر الاول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني بدا يدخل ايه في الغريق بقى تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث خلاص دخل جوه خالص ما شاء الله ها، ومن دخل في الشبر الثالث يعني تعمق في العلم ايوه ووصل الى قاع العلم وعاش مع رب العالمين، الشبر الاول تكبر، الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم انه لا يعلم شيئا. كل العالم ما يدخل في العلم كل ما يحس انه لا يعلم شيئا. وذلك الرجل كان بيقول كلما ازددت علما ازددت يقينا بجهلي. كل الواحد علمه ما يزيد يبقى اكيد قبل العلم بتاعه ما يزيد ما كانش يعرف شيء. فالانسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا بتوع البيئه ايوه
بيدعو للتنظيم البيئي، بيدعو للتشجير، بيدعو للمحافظة على البيئة، بيدعونا إلى التوازن البيئي. ولذلك الشجر حتى له علاقة بالبني آدم، مش الشجر يعطينا الأكسجين ويأخذ منا ثاني أكسيد الكربون؟ أيوة، أمال إيه؟ والعلماء دلوقتي بدأوا يزرعوا شجر معين. وعايز أقول لحضرتك بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الشجر يسبح باسم الله ويسبح بذكر الله، وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين. النبي مر كده فلقى اتنين مدفونين قبرين جنب بعض، فجي النبي وقف قدامهم وقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ده بيعذبوا في شيء بسيط خالص. ثم قال بلى، يعني هو كبير عند الله صغير عندنا، خير يا رسول الله بيعذبوا ليه؟ قال اما احدهما فكان لا يستبرئ او لا يستتر او لا يستنزه من بوله. طب والتاني؟ شوفوا ده الحديث ده هنقف معاه بعد كده بالشرح الطويل. يعني رجل يعذب في قبره او شخص يعذب في قبره بسبب انه كان لا يستنزه او لا يتطهر جيدا من البول. شوف المصيبة فين؟ ليه؟ لان الوضوء هيبقى باطل والصلاة باطلة والعبادة كلها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل والعياذ بالله. طب والتاني؟ دي مهمة قوي يا جماعة يا عصافير، يلي ماشي تنقل الكلام من المكاتب الى رئيسك او مديرك، بص هتشوف الويل. واما الثاني في عذاب القبر، كان يمشي بين الناس بالنميمة، يا عصفورة هتعذب في قبرك ومش هتترقى وربنا مش هيبارك لك، لان انت راجل نمام او واحدة ست نمامة. الصح ان انا انصح فقط. فقال رسول الله طيب هنسيب الاتنين اللي في القبر دول يعذبوا كده، واحد بيعذب عشان البول والتاني عشان النميمة، هنسيبهم كده؟ ده انت رحمة للعالمين. قال لهم لا، الي بجريدة. شوف الرسول راح ليه؟ راح لشجرة. ايه الجريدة؟ الجريدة اللي هي جريدة بتاعت النخل. فجاءوا للنبي بجريدة من النخلة فقسمها، النبي كسرها كده اتنين، ثم غرس على كل قبر واحدة، القبر ده واحدة والقبر ده نص، ده نص وده نص. ثم سيدنا النبي قال لهم ايه؟ ان الله لا يخفف عنهما، عن الميتين اللي جوه دول، عن اصحاب القبور اللي بيعذبوا دول، ربنا يخفف عنهم. لحد امتى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يخفف عنهما ما لم تيبسا. حاضر هشرح اهو. يعني ايه؟ يعني طول الجلدتين دول ما هم فيهم الخضره وخضروان كده ومش هينشفهم ومش هتيبسا طول ما ربنا هيخفف عن اصحاب القبور دول. جم الناس فيهم غلط، قال لك يعني الحاجه الخضرة تخفف عن الميت عذاب القبر؟ لا، بعض الناس قالوا اه، لان الشيء الاخضر بيسبح واليابس برضه بيسبح، الناشف برضه، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. ولكن ان احنا مش واخدين بالنا منه، الناس فيهم ما لم تيبس طول ما هم فيهم الخضره، يعني خدوا بالك، وطول ما الجليه دي خضره خلاص ربنا مش هيعذبهم او يخفف عنهم. فما استفنانهم قالوا بس احنا هنجيب بقى حاجه ما تنشفش ابدا ولا تيبس ابدا ونحطها على القبر عشان ربنا يخفف عن الجماعه اللي جوه دول. ايه؟ فجبنا صبار. الصبار ده بقى اخضر، شرب ميه هو اخضر، يعني عطش هو اخضر، اهتميت به هو اخضر، سيبته هو. انت تضحك على مين؟ القضيه مش كده. عارف القضيه في ايه؟ وانا مع هذا الراي. قال لك السر ليس في الجريده ولا في الخضار ولا في حاجه، عارف ايه؟ قال لك السر في اليد التي وضعت، يد المصطفى. النبي ماسك الجريده كده والجريده الثانيه. طب ما خلاص هتجيب ايد النبي منين بقى؟ الجريد كتير، بس انت هتجيب البركه اللي في ايد النبي منين؟ هو ده. مش واحد بقى يروح يعمل لي صبار، واحد يعمل لي شجره على قبر ابوه يقول له ده كلام، لا لا، انما الدعاء والصدقه. اي نعم، يصل للميت دعاء وصدقه، وهنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده. فشوف النبي لما جه يخفف عن الميت العذاب اعطى اشاره. ايه الاشاره؟ بشيء اخضر، بشيء من الشجر، برضه النخله. ليه بقى المؤمن مثل النخله؟ وده يحضر موقف بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان ياكل التمر بلح، فقعد سيدنا النبي والصحابه كده. شوفوا الجمال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يمازح مع الصحابه، بس مزاح في الحق، بيهزرهم بس مش هزار بكش، مش هزار هلس، لا. فقعد سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، وفي وسطهم كنبلح، وبدا كل واحد يسحب وياكل. فكل واحد ياكل بلحه يحط النوايا بتاعتها، او في بعض البلاد يقولوا على النوايا دي الناقه، البتاع اللي جوه البلحه يا سيدي، وخلصنا بقى عدي. ف
فكل واحد ياكل بلح يحط النوايا بتاعتها قدامه. كل بلحتين يبقى قدامه نواتين، كل ثلاثه يبقى ثلاثه، كل 10 يبقى 10. فعلى البلح اللي في النص ده ما خلص، بقى كل واحد قدامه كوم بلح، كوم نوى. على قد ما اكل النوى اللي قدامه على قد ما اكل، صح كده؟ الا ان في واحد منهم ما فيش امامه كوم من النوى، فيش ناء قدامه. عارف مين؟ سيدنا عمر. عمل ايه سيدنا عمر؟ سيدنا عمر بقى ياكل ويحط النوايا بتاعته قدام الكوم اللي قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فبقى خلصهم ابو بكر قدامه كومه، علي قدامه كومه، عثمان قدامه كومه، سيدنا عمر ما قدموش، سيدنا النبي قدامه الكوم كومين بقى، حاجه كبيره قوي. وشوف عمر بقى لما ياكل، شوف شوف. فجي سيدنا عمر بينزح مع النبي، قال له سبحان الله يا رسول الله، قال له نعم، قال له اكلت هذا البلح كله؟ ايه الكوم الكبير ده؟ لو انا بقى واحد رخم زي حالاتي كنت قلت له انا شايفك يا جدع انت هتشتغلنا، ده بتاعك انت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوف المزاح الجميل، قال له بتقول ايه يا عمر؟ قال له شوف الكم قدام ابو بكر صغير، وقدام ابو عمر صغير، وقدام عثمان، وقدام علي، انت كومك كبير قوي، كلت ده كله يا رسول الله؟ البلح ده كله كلته؟ فجي النبي قال له يا عمر، الذي اكل البلح وترك النوى خير من الذي اكل البلح بنواه، فاين نواك يا عمر؟ الله على الجمال، الله على على الرحمه، الله على الود، الله على الحب. بالبلد بتاعنا بقى بالفلاح بتاعنا، قال له والله انا يا عمر كلت البلح وسبت النوى، انت بقى كلت البلح بتاعك بنواه، فين النوى بتاع البلح اللي انت كلته؟ شوف الجمال. سيدنا عمر حب يجيب على النبي، الرسول قلب على عمر بادب، مش اسفين ونضرب في بعض زنب، ها، ونكذب على بعض، ويبقى زي ما بيقولوا كده في الوش مرايه وفي القفا مش عارف ايه. هو السلم بقى كتير قوي بصراحه، بس انت خليك مع الله والله العظيم، ان الله ايوه يدافع عن الذين امنوا. فانا بنادي اهوت من هذا البرنامج الطيب، الكلمه الطيبه، حاولوا تكسروا من زراعه الاشجار، حاولوا تكثروا من زراعه النباتات. ليه؟ لان النباتات دي نباتات رحمه، اوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان الجماعه لما كانوا يروحوا حرب ورايحين غزوه، النبي يقول لهم لا تقطعوا شجرا، اوعوا تقطعوا شجر، ده رايحين يحاربهم هيقتلهم، قال لهم لا تقطعوا شجرا. اسيبكم في فاصل صغير تصلوا فيه على سيدنا النبي، ونرجع نتلقى الاتصالات ونجيب على الاسئله باذن الله تعالى. صل على الحبيب قلبك يطيب، صل على الحبيب قلبك يطيب، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. هنرجع مع حضراتكم ان شاء الله نتلقى الاتصالات ونجاوب على الاسئله بفضل الله عز وجل. السؤال الاول كان الحاج عزه بتسال عن الدعاء بتاع الأربعين سنه. الآية وردت في سورة الأحقاف آية رقم 15، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك وأنا من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه سبحانه وتعالى. هذا الدعاء ورد الآية 15 في سورة الأحقاف، يا ريت نكرره، ربنا يتقبل منه. وليه الأربعين؟ لأن الأربعين ده هو وقت الاستواء، حتى النبوة كانت لا تنزل على الرسل إلا بعد الأربعين سنة، هو ده وقت الاستواء. هذا والله أعلم. الحاجة وفاك بتطلب دعاء، أسأل الله أن يفرج كربك وأن يزيل همك، سأل الله بحق اسم الأعظم يا رب أن يفرج كرب المكروبين، وأن يزيل هم المهمومين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يفرح كل قلب حزين، وأن يرزق يا رب كل المشتقين من الذرية الصالحة يا رب، وأن يرزق كل بنت كده بزوج صالح، وأن يرزق كل شاب بزوجة صالحة، اللهم اجعلها ساعة إجابة يا رب العالمين. الحاجة سلمى كانت اتصلت وقطع منها، طبعا احنا بنتلقى الاتصالات برضو الآن ولنهاية الحلقة. الحاج احمد سال بيقول التوقيت، ربنا ان شاء الله يعدل التوقيت باذن الله يا حاج احمد، ويعني قليل فيه بركه خير من الكثير، هيتعدل ان شاء الله. والاستاذ وليد النهارده ما شاء الله مدينا يعني الوقت ما شاء الله وزياده، يعني ربنا يبارك فيه. دعاء الجمل، ان الجمل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى اليه ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات، فسيدنا النبي قال استجاب الله دعوتين وارجوه ان يكون قد استجاب الثالثه، وده هنقف معاها بالتفصيل ان شاء الله يا حاج احمد باذن الله تعالى. الحاجه ام ايهاب سالت على موضوع الطماطم او القوطه اللي لقت فيها اسم الله، او احيانا بتلاقي بطاطس صايه فيها اسم الله، او معنى مين؟ او كده، فنعمل فيها ايه؟ الامر طبيعي خالص يا حاج ام ايهاب، الامر طبيعي جدا، كليها تقطعيها
تحطها في مية. ربنا أعظم من هذا وربنا أكرم من هذا وأجل من هذا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الحاج حسني بيقول إن واحدة اتطلقت من جوزها كانت متجوزة شرعاً أو رسمياً يعني في وثيقة، وبعدين اتطلقت رسمياً شرعياً، وبعدين عايز يتجوزها عرفي عشان المعاش. هذا أمر لا يجوز، ونعمل كده ده بياخد مال حرام مش من حقه. هذا باختصار شديد، والامر يحتاج الى تفصيل، ولكن هذا باختصار. قيام الليل حد الحب سالت، قيام الليل سيدنا النبي كان يصليه مثنى مثنى، وكان يصلي ثمانية ثم يوتر، ده اقصر صلاة النبي، ثمان ركعات، اثنين 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 ثم يوتر بواحدة او بثلاثة. صلاة استسقاء الحج محمد سأل عليها، الاستسقاء لها صفة معينة، تصلى حين يمنع المطر ويبقى الناس محتاجين مية ومفيش مطر تنزل من السماء اعزكم الله، لها هيئة معينة بشكل معين يعني تشبه صلاة الكسوف والخسوف كده لحد ما يعني، وهنشرحها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى، عشان وقتنا بس خلص. اسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يجبر خواطرنا وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول، وأن يجعل هذا البرنامج سبب نجاة لنا يوم القيامة ولمن تسبب فيه وللقائمين عليه وللمشاهدين والمشاهدات الآن، وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. بحبكم في الله، صلى على الحبيب قلبك يطيب. موعدنا من الحد للخميس 11 ظهرا والإعادة 4 فجرا بإذن الله. أشوفكم على خير بكرة بإذن الله، والسلام عليكم.